البيت. كيف حالكم يا أزمن فراشات؟ للحصول على هذا الشخص الكيوت مجانا خليكم مع الفيديو، لكن قبل بداية الشرح شاركوا مع الأجر بالصلاة على النبي، وكمان يا حلوينك بصوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم مش مشتركين. بدنا نوصل 200 ألف قريبا، ويلا نبدأ. بالبداية تدخل إلى الماب، هذا اسم الماب وهذا شكل الماب، رابط الماب بتلاقوه في أول كومنت مثبت. أول ما يفتح معكم الماب يظهر معكم في هذه الواجهة. كل ما عليكم يا أصدقاء هو أنكم تمشوا في هذا المكان وبتشيلوا ذي الملصقات وتفتحوا ذي الصور. أنا من قبل دخلت للماب فتحت هذه الصورة، مجرد ما بتوقف جنبها تفتح معك وكمان ذي الصورة. وبعدين يا جماعة كمان بتجوا ذي المكان وبتلاقوا صورة هون، حبالي فقط تفتحوا الصور. هذه هي المهمة المطلوبة منكم، ويمكن هاد جايز مش تنحسب مع المهمات. المهم أنا عملت هادي هيك الصورة تفتح معكم. بعدين يا جماعة تكبسوا هون على هادي تبع الموقع، هادي جايز تختاروا دي اوكي، بينقلكم كمان ذا المكان. هون يا اصدقاء وينكم تكملوا المهمه وتحصلوا على الشخصيه. تجوا تمشوا في هذا المكان بتلاقوا اشياء ملصقات، وبتلاقوا هيك شبه الجواهر، وكمان بتلاقوا ذي الصور الرؤوس وما بعرف شو. المهم يا جماعه هو انكم تمشوا وتوصلوا للمكان المطلوب مشان تنجزوا المهمه فيه. جايز هذا هو المكان المطلوب اوكي، بتجوا تصعدوا هون وهذه هي الصور جايز. وهذه المهمة المطلوبة منك، تبحث عن رأس الشخصية. طبعا هذه هي الشخصية اللي تاخذها مجانا بعد ما تكمل المهمة. تجوا كمان لهون تكبسوا على الكيف تظهر معكم هذه الشخصيات، تكبسوا على ذي الكاميرا وتتصور معكم صورة، وهيك انتم اكملتوا اول مهمة. اوكي بناخذ الملصق. اوكي جايز هلا ننجز المهمة الثانية. شوفوا يا جماعة هلا لازم تبحثوا عن الفيس تبع كل صورة، يوجد الفيس الشعر او الاكسسوار هاد اوكي. المهم جايز اي شيء بتشوفوه بتحملوه جايز، كبسوا على الكيف وبتحملوه. مثلا يا جماعة دي الاكسسوار اكبس على الكيف هيك حملته، بعدها اروح على مكان الشخصيات اوقف على الصورة اللي تشبه هذا الاكسسوار حملته اوكي. وبعدها يا جماعة تكبسوا على ذا السهم، وإذا بتلاحظوا يلصق معكم في الفيس الكبير اللي فوق من الصور مثل ما بتشوفوا هلا أصبح معي فوق. فهلا يا جماعة بروح أبحث عن الفيس اللي شبه اللي في الصورة شكله هاد، أكبس عليه بالكيف أوكي، وأجي يا جماعة أوقف على الصورة اللي تشبه ذا الفيس أوكي. جايز هلا بحمله أوكي يا جماعة، الصورة اللي تشبه ذا الفيس جايز، هذه الصورة اللي تشبهه. كمان نكبس على ذا السهم، شفتي يا جماعة هلا علم معي في علامة الصح وعطاني ملصق ذي الصورة، وهيك أكملت أول صورة. باقي الصور يا أصدقاء نفس الشيء، لازم بتروحوا تبحثوا عن الفيس والأكسسوار حق الصورة مشان تضبط معكم. فهلا هذا الوجه في اللون الوردي والأخضر جايز ذا الصورة أوكي. فمطلوب مني جايز هلا بجيب هذا اللون الأخضر تبع الكتف، وشكلي يا جماعة هاد بيكون. كمان اكبس على الكيف وارجع للصور، حبايب مرة سهلة وكتير ممتعة. نيجي نوقف كمان على الدائرة ونكبس هون على السهم، وهيك يا جماعة انجزنا الصورة الثانية واعطانا الملصق واشر معنا في علامة الصح. فيا جماعة لازم تركزوا على الصورة وتركزوا على الاكسسوار، لازم يكون نفس الاكسسوار ونفس الصورة اوكي. مثلا ذا الاكسسوار فين جايز، لازم تبحثوا عن شيء مشابه له مثلا هاد. فيب هلا لازم نبحث عن الفيس. شكلي يا أصدقاء إنه أنا لقيت الفيس، كمان بجي أوقف شكله ذا الفيس. هل الأكسسوار يختلف؟ لازم نجيب الأكسسوار المشابه له، وشكله لقيته جايز هاد شبه الريش أو ما بعرف شو. المهم أجي أكبس هون، وهيك يا جماعة أنا أنجزت الصورة الثالثة. هلا بقوا مع اثنين، كمان نبحث عن الفيس ونبحث عن الأكسسوار، وشكلي لقيته ذا هو الفيس. يا رب يكون هو. او ماي جاد ضيعت المكان جايز، هو المكان بيكون مرتفع يعني حتى اذا مشيت مسافة وضيعته بتشوفه يعني مرتفع كتير. المهم يا جماعة مجرد ما تكبس على الكف يحمل معك الفيس. هلا شكله ده هو اوكي جايز. هلا بقي معي صورة واحدة، لازم نبحث عن الفيس حقها. واخيرا يا جماعة لقيت الفيس اللي هو فيه لون اخضر وابيض هيك شيء، بتصور ده هو الفيس اوكي، شبه الالوان اللي توجد في الصورة. هلا بقى الاكسسوار فقط، هو فيه فراشات اوكي، هذه الفراشات احملها بجرب جايز. او ماي جاد هلا انا اكملت المهمة يا جماعة وجمعت كل الملصقات. بنجي يا جماعة على الشخصية وتكبس على الشخصية كبسة واحدة في الكف، وهيك تاخذوها مجانا، وهي معكم انا اخذتها جايز. المهمات كتير سهلة، فقط تجمعوا الوجوه اللي تشبه الصور. وهلا يا جماعة انا خرجت معكم
وبنروح على المخزون تبعنا، وهذه هي الشخصية جايز. شوفوا كيف عم تغير الشخصية تبعكم. اوكي بدي اجرب فيس تاني وبشوف الشخصية كيف بيكون شكلها. هذا الفيس لا مش حلو. او ماي جاد جايز ذا الفيس عن جد واو، كتير صارت كيوت الشخصية. ولهون يا حلوين نكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى لكم استفدتوا من الشرح. كانت معكم نوبة دكتور في امان الله، ومع السلامة.